السياحة للاستكشاف والترفيه، وإحنا مثل ما عودناكم في برنامج في قطر كل حلقة بنكتشف مكان جديد ونبتدي حلقتنا. تشوفون المكان يخاطبكم بدون ما يتكلم. خلنا نسوي تشيكن. مساء الخير. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ في حجز باسمي، الغرفة جاهزة؟ اكيد. اهلا وسهلا فيك. شكرا. 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 قهوة عربية على الصبح. يا الله. الجماعة عطونا الجناح الملكي اللي موجود في الطابق الرابع، يعني فوق. شوفوا حسن الاستضافة، فواكه، سويتات، رسالة ترحيب. المنظر غير طبيعي ولازم تشاركونا معاي. الجناح يطل على ثلاث اطلالات، عندكم قناة كارتيه، واطلالة على البحر والمسبح، واطلالة على ابراج اللؤلؤة، والانارة تدخل من كل المكان. عندنا بهالجناح غرفتين، وكل غرفة تختلف عن الثانية، من ناحية التصميم والديزاين، وهذه أول غرفة. كل غرفة أحلى من الثانية، وهذه ثاني غرفة، وأنا الصراحة احترت وين بقضي ليلتي، ولازم تاخذون لفة على الحمامات أكرمكم الله. حتى في الحمامات عندكم خيارين، شفتوا الحمام الأول والحوض؟ بعد يوم طويل وتعب ما في أحلى من الواحد ينسدح في هالجاكوزي. ايش رايكم منظر المسبح؟ ترى كل غرفه وجناح يحتوي على بلكونه خاصه، واللي يميز بلكونتنا ان عندنا برجتنا الخاصه. الواحد الصراحه ما يعرف اي زاويه يقعد وعلى اي منظر يطل، ما شاء الله زرعين مشموم بعد. البطون تضيع العقول، واحنا حاليا موجودين في مطعم السفره، بنفرش سفرتنا وبناكل غدانا. ليش الحين تصور؟ خلي الكاميرا على جنب لاني ما اقدر اخلص هالاطباق بروحي. شوفوا الجمال،
تشوفوا الحلاوة، تشوفوا روعة المنظر. برة السباحة بجميع أنواعها، في للأطفال، في للكبار، وأيضا في جاكوزي. خلنا نقرب صوب البحر ونشوف. أجواء البحر بعد مختلفة، الماي دافي وفي هواء، اللي خلاص يبي يغير من البركة ويجي البحر ويجي عياله بعد، ليش لا؟ الهيدروبايك السيكل مائي، شيء سيفتي، إذا الواحد ما يبي يتبلل بعد يقدر يستخدمه ويدش البحر ويتمشى وياخذ له لفة. شوف الجو، شوف الجو، عاد ما يبت خيوط يا حدق ولا نلفح. خلنا نجرب سنته، خلنا نجرب سرعته لحظة. أوكي، بعد مو بسريع سريع، سيفتي يعني، عشان ما الواحد ما ينقلب ويخرب المايك. أحاول، ما براضي لف. صراحة السيكل ماي رياضة حلوة، يعني ما فيها تعب. البادلز خفاف، ما ياخذ منك جهد، وفي نفس الوقت تستانس في هالأجواء الطيبة والهواء. متعة، متعة. بجرب الرياضات الثانية، برجع أبدل السيكل. الويك بورد من أفضل الرياضات البحرية اللي الواحد لازم يتعلمها، وأنا أمارسها بشكل مستمر بين فترة وفترة. رياضة إذا صدت فيها التوازن تستمتع فيها، بتدش عالم ثاني. خلنا ننزل الحين نلحق على الشمس. ليش قلت لكم هالرياضة تمارس في القنوات؟ لأن في القنوات ما يكون في موج، فهالرياضة تحتاج بحر هادي. ونبتدي بسم الله. خلصنا، خلصت لي اختي ساعه كفايه، هاي تحرك عضلات جسمك كلها واستمتعت الصراحه. ولازم تجربون الويك بوردينج. هذه خدمة يقدمونها كمبنسكي كريوك الفلوتينج تري حق بعض الأجنحة اللي عندهم برة سباحة خاصة. شوف طريقة عصير البرتقال، حطينا لك الثلج. ويا جماعة بعد، ترى إذا شخص عنده مناسبة شيء مهم يقدر بعد انه تخيله يطلب اللي يبي. مثلا عندك يوم ميلاد تبي تحتفل مع الشباب مع ربعك، الحمد لله شبعت. الحين بقطص لي غمزه. أستاذ كريم، شو هالقعدة الحلوة اللي في كافيه مورانو؟ الصراحة يعني بعد الغداء أكيد الواحد ياخذ له أفترنون تي ويروق مزاجه. وأيضا أشكرك على حسن الاستضافة، الصراحة يعني رديتوا علينا في وقت مميز. الواحد يقضي له يوم يومين
يحس انه يطلع شخص ثاني، فشنو السر؟ مرسى مريس كامبينسكي كفندق معروف كفندق للعوائل، واللوكيشن تبعته يعني في وسط قلب الدوحه، يعني في اللؤلؤه، يعني يبعد شو 10 دقائق 15 دقيقه من اكبر مراكز التسوق، بس في نفس الوقت انت بجنب البحر، يعني كالانرجي الفايز تغيير كامل للجو وانت لسه في قلب الدوحه. الجيم الصراحة مرتب، كفاية المنظر الخارجي، وإحنا جاهزين نحرق سعرات حرارية ودهون. يلا طبعاً قبل أن نبتدي أي تمرين حلو أن الواحد يمشي ويسخن ويجهز الدورة الدموية حق التمرين اللي بعده. الجيم فيه كل شيء، بس أنا اليوم حاجز جلسة خاصة مع الكوتش جيمس. Can we start؟ يلا. من زمان ما غلط. نطلع عرج. No, my muscle. من زمان ما تمرنت واليوم حسيت بالفرق في جسمي، والحين خلنا نروح نشوف السبار. La comida espagnol es muy buena. La comida espagnol es muy buena. La comida espagnol es muy bonita. ما اقدر اصيدها خلاص غصب. La comida española es muy muy. La comida española es muy muy. La comida española es muy buena. يعني الاكل الاسباني ولا اروع. صح قلتها؟ اوكي حلو، الحمد لله اخيرا انتهينا. ونبتدي الحين بالطبق الرئيسي وبعطيكم رايي فيه بكل صراحه، عجبني بقول لكم عجبني، ما عجبني بقول لكم يعني خلوا سكند مين ديش. هو صراحة شكله عجيب، وأنا أي شيء مع الزحتر أحبه بعد. حار، لا عجيب. تعرفون ليش؟ لأنه مليان الدهن، الدهون تسيح مع اللحم بتتمكس فيعطيك يصير جوسي، يعني نفس يعطيك لمعة وعصيري. بديت بالطبق الرئيسي لانه كان يدخن وكان الصراحه مغري، خفت انه يبرد. بس العاده الناس يبتدون بالتاباس اللي هي عباره عن مقبلات يشاركونها قبل الوجبه الرئيسيه. طبعا البرودوسر قال لي ابتدي بالاخطبوط، وهاي بعد الاطباق الروعه عندهم. اول مره اجربها الصراحه، خلينا نقول بسم الله. صح كلام عجيب.
طبعا كل اللي شفتوه خلوه على جنب. بايلا ديل ماريسكو تعتبر من اشهر الاطباق الاسبانيه، عباره عن بايلا بالاكل البحري. وطبعا انا مجربها من قبل واحب هالوجبه، من احلى الوجبات. لها قصه، عاد ما ادري اذا صدق ولا لا. القصه تقول ان كانوا اهل اسبانيا الفقراء يجمعون بقايا الاكل ويسوون هالوجبه، فاصبحت من اشهر الوجبات في اسبانيا. وصلنا حق ختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله استمتعتم معانا، واكيد بنشوفكم حلقه جديده مع مكان مميز في برنامج في قطر.